فوائد التمر حتى في بذر التمر، النواة بتاع التمر، النواة بتاع التمر دي بتستخدم استخدامات عظيمة جدا. يعني نواة التمر بيمسكوها بيطحنوها ويحرقوها، ويجوا بالطحن بتاع نواة التمر ده والحرق بتاعه ده، بيستخدموه حتى في ايه، بيستخدموه مثلا للستات اللي حوالين مثلا مكان مثلا يعني ايه كشرب، مثلا كشرب شرب قهوة مثلا، مكان ما فيهوش كافيين، بيستخدموه مثلا في انبات مثلا شعر الحواجب والرموش والعين، عندي فوائد طبية بيستخدموه في برضو اخرى. الكحل، بيستخدموه في انبات، يعني بحاجات استخدامات حتى في التجميل.